عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. واخيرا الحمد لله تفعلات القناه ديالي في الحقيقه بالناس اللي كاينين معايا وكيشجعوني، الناس اللي دعموني وكانوا معايا في هذه الفتره كاملها، انا كنشكرهم بزاف وكنقول لهم هذه القناه الحمد لله تفعلات بيهم ومعاهم. كنشكر الناس اللي ساعدوني بالتعاليق، الناس اللي تساعدوني بالكومنتير، الناس اللي ساعدوني في الحفلات، اللي دخلوا معايا الحفلات ديالي. كنشكر اي واحد دخل عندي ودار لي اللايك واعجاب وقال لي غير زيدي راه باقي، غير كملي راه القناه ديالك غادي تنجح. وفي الحقيقه ما كنتش كنظن بانها غادي تنجح، وانما الحمد لله انها تفعلات في واحد المده اللي هي وجيزه. كنشكركم بزاف 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 وكنقول لكم شكرا. وهذا الفيديو كنت غنديرو من شحال هادي اخوتي اخواتاتي، غير جات واحد الظروف اللي هي صعيبه وجعلتني ما درتش هذا الفيديو. يلا جات هذا الوقت ودرتو فيها. وبغيت نقول لكم باني راه انا كنشكركم بزاف اخوتي اخواتاتي، وكنتمنى يبقى الدعم ديالكم معايا. وراه هذه القناه ديالكم نتوما ماشي ديالي انا. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد هذا النهار وحلوه جديده، وكنتمنى تعجبكم وتستافدوا منها. الحلوه ديال اليوم اخوتي اخواتاتي هو كيكه، الكيك بالكريمه، وغندخلوا فيها الكراميل حتى هي راه كتجي بنينه وزوينه. ايوا كنتمنى تعجبكم وتجربوها، وراه كتجي راقيه واي واحد يقدر يديرها سهله وغادي تعجب كاع الناس كاملهم. المقادير ديال هاد الحلوه غادي نديرو 4 ديال البيضات، جوج صاصيات ديال بودره الكاكاو، كاس ديال سنيده، كاس ديال العنبه ما عامرش بالحليب، كاس ديال الزيت هو ما عامرش بزاف بالحليب. هانتوما كتشوفوا المقياس اخوتي اللي كندير. الطحين على حسب الخليط، انا كندير على حسب الخليط، ولكن تقدروا ديروا كاسونس ديال العنبه وثلاثه ديال الخمارات وواحد القبيصه ديال الملح. انا ديما كندير واحد القبصه ديال الملح في الكيك ديالي، ضروري كيعطي حتى هو واحد البنه وكيجي زوين. غنبداو على بركه الله. بسم الله اخوتي اخواتاتي، غنديروا 4 ديال البيضات، هما 4 ديال البيضات، وغنطربهم مزيان حتى يتضاعف الحجم ديالهم، وعاد غادي نكمل. غنطرب هذا البيض وانا معكم، نطرب البيض وخليكم معايا نتوما اخوتي اخواتاتي. بعد ما طربت البيض، انا طربت البيض وسنيده، ما بغيتش نبرزتكم بالطراب، هانتوما درت البيض وسنيده والقبصه ديال الملح طربتهم. ديما واحد الحاجه هادي، اي واحد بغى ينجح له الكيك يحاول ما يديرش البيض اللي كيكون في الثلاجه، البيض يكون مخرجو من الثلاجه من قبل عادي يطرب الكيك ديالو. انا طربت البيض والسكر وقبيصه ديال الملح، عاد غادي نزيد دابا الزيت، غنكب الزيت ديالي وغادي نكب الحليب ديالي وغادي نخلط هاد المقادير هادو. وهانتوما معايا واحد الحاجه صافي، انا ما غنخدمش مازال الطراب دابا، غادي نحيدو، غادي نطرب غير بسميتو غير بهذا باش ما نهرش هذاك البيض ديالي، دير غير نخدم غير بهذا باش ما يهبطش ليا هذاك البيض، ونخدمو غير بشويه على هاد الشكل اخوتي خواتاتي. ايوا هانتوما معايا حتى تشوفوا الشكل النهائي. هاد الكيك غير جربوها، هاد الكيكه كتجي زوينه وراه غادي تعجبكم. غادي نديرو الطحين ديالنا دابا، نشوفو شحال غادي ياخد لينا هذا ديال الطحين. انا درت هاد الكاس الاول ديال العنبه، طربو غادي نشوف، كنت ندير غير كاس ولا كاس ونص، ولكن بالي غياخد ليا كتار من كاس ونص. حيت انا الطحين كندير في الحقيقه غير عيني ميزاني، هذاك الشيء علاش قلت انا نشد العبار، نعبر باش نوريكم القياس.
انا الخليط ديالي دا ليا جوج كيسان ونص ديال العنبه ديال الطحين، ها هو بغيتو يبقى على هذا الشكل هذا، ما بغيتوش يكون ليا قاصح حيت غادي نسقيه باش يجي رطب. ها نتوما غادي نزيد بودره الكاكاو، جوج صاشيات ديال بودره الكاكاو، وعاد غادي ندير الخمارات حتى هما. الخمارات ديما كنخليهم هما الاخرين، عاد كنديرهم باش يبقى المفعول ديالهم. صافي اخوتي خواتاتي، ها هو ها هي الحليوه ديالنا وجدات. معمر الكيكه غادي نديروها في الفران بارد، ما غاديش نسخنوا الفران، ديما الكيكه الا بغيتها تجي زوينه كندخلوها الفران يكون بارد ما يكونش سخون. انا عندي الكراميل موجوده، راها درتها معكم في واحد الفيديو، واحد الحلوه كنت درتها هي بكراميل. صافي غادي نطرب معكم الكريم شونتي وغادي نشاركها معكم وتشوفوها على ما يطيب لي الكيك ديالي، ونسقيه بالحليب. وها انتم معايا، صافي هذا هو شكل الكيك ديالي فاش خلطته، ها هو كيكون على هذا الشكل هذا، ما ثقيل ما خفيف. وصافي اخوتي انا غادي نديرو في المول وغادي ندخلو الفران وغادي نشعلو درجه الحراره 180 درجه، وغادي نخليه يطيب غير من التحت حتى يطيب كامل، عاد نشعل ليه واحد شويه الفوق على ما نكون حضرت الكريمه ديالي. وها نتوما معايا، صافي اخوتي خواتاتي انا درت الحلوه ديالي في الفران. غادي ديروا الحراره ديالكم على 180 درجه وغتشعلوا ليها غير من تحت، الفران بارد ماشي سخون، حاولوا ديروا الفران بارد بس تدخل لكم الحلوه. واللي عنده الفران ديال الغاز يشعل غير من تحت، ما يشعلش من الفوق حتى طيب الحلوه ديالو، عادي يشعلها من الفوق. وكنتمنى تعجبكم، وها نتوما معايا. صافي اخوتي خواتاتي انا غادي نوجد الكريمه ديال الكيك اللي غندير معاه، واحد كريم شونتيي مع واحد كاس ديال الحليب بارد نكون حاطاه في المجمد يبرد ليا مزيان. ها واحد كريم شونتيي انا نديرها هنا، ها نتوما كريم شونتيي محلى هي حلوه. غادي ندير معاها كاس ديال الحليب، ها هو صافي غادي نطلعها مزيان وغادي نخليها تبرد على ما يخرج الكيك ديالي ويبرد، وغادي نكمل معاكم. وها نتوما معايا خواتاتي، هذا هو الكيك ديالي بعد ما خرجته من الفران، هو هذا. غادي نحاول نتقبو هكا بالموس هكا باش يدخل ليه داك الحليب والكراميل ديالي لداخل، ها هو حيت غنسقيه بالحليب والكراميل. راه كيجي هاد الكيك رائع البنات، كيعجبكم ويحمر لكم الوجه قدام الناس، وما تشبعوش منه. هاد الحليب غندير فيه واحد المعلقه ديال الكراميل، نطربها مزيان وغادي ندخلها في الكيك ديالي، وغادي يعطيه واحد البنه زوينه ما تشبعوش منها. صافي وغادي ندير التزيين ديالي، غادي ندير لها الكريمه وغندير لها الكراميل وغادي ندير لها عندي اللوز، وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالها. هذا هو الحليب والكراميل كي كيولي، ها نتوما غادي نسقي به الحلوه، ها هو كيرطب لينا هذاك الحلوه من الداخل. كتجي رطبه وكتجي زوينه هاد الحلوه هادي، ضروري ما تخبو هاد الكيك هادي باش يدخل لكم في هذا الكراميل، حتى تعطيها واحد البنه زوينه الحلوه ديالنا. غير جربوها خوتي خواتاتي، ما غاديش تندموا. الناس اللي كيبغيو الكيك هكا مسقي راه زوين كيجي. صافي انا غادي نكمل التزيين ديالي وغادي نوريها لكم وتشوفوها كيف جات. خليها تشرب هذا الحليب والكراميل، وندير لها الكريمه. وها انتما معايا،
هذا هو الشكل ديالها. ها نتوما معايا خواتاتي، انا درت الكريمه في الكيك، ها هو الكريمه ديالي، راه انا درتها على الكيك. الا عندك هذا المور راه غادي ديريه باش يشد لك الكريمه مزيان، ما عندكش راه تقدري تصايبي الكريمه غير بوحديتك هكاك على الكيك ديالك، وراه غادي تجي زوينه. صافي انا غادي نزوقها باللوز، غادي ندير ليها اللوز، ها هو ندير لها اللوز من الفوق هكا. كل واحد واشنو عنده، عنده اللوز يديرو، عنده الزبيب ديريه، عندك بيستاش ديريه، عندك قرقاع ديريه، اي واحد بغى يدير شي حاجه يديرها. اللي متوفر عنده، اي واحد متوفر عنده شي حاجه يديرها، اي الفواكه جافه، الفواكه معسله، كل واحد واشنو متوفر عنده. كاين اللي كيدير الليمون، كاين اللي كيدير كيوي، كاين اللي كيدير فريز، يعني حسب المستطاع. اللي متوفره عندك في بيتك ديريها البنات بلا ما تعقدوا الامور، اللي كاين في البيت يعني تقدروا ديروه. صافي غادي ندير الكراميل ديالي وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالها. نزيد لها شويه ديال اللوز مازال. بعد ما درت اللوز ديالي غادي ندير لها الكراميل من الفوق. ها الكراميل ديالي اخوتي خواتاتي، غادي ندير لها الكراميل، وراه كتجي زوينه وراقيه. ديريها في المناسبات، ديريها في اي، هانتوما هاكا. هاد الكراميل كتجي بنينه البنات، كتبنن لنا كاع الحلويات ديالنا، كتجيبهم بنانين. غادي نقدوها وانتوما معايا. صافي خوتي خواتاتي، هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي. ها هي هانتوما كتشوفوا فيها كي جات، شوفوها كيكه بلا كريم والكراميل واللوز. انا درت اللوز، زوقتها باللوز من الفوق، من كل واحد يزوقها باش ما بغى. كنتمنى تعجبكم وديروها وتجربوها، راه زوينه. كديريها في اي وقت بغيتيها، راه كتجي زوينه ورطبه. اللي عجبته هذه الحلوه خوتي خواتاتي يدير لي لايك وابوني واشترك عندي في القناه. وكنشكركم بزاف، كنشكر الناس اللي ساندوني وبقاو معايا وعاونوني حتى تفعلات القناه ديالي. كنقول لهم شكرا بزاف 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 بزاف، كنشكرهم من الاعماق ديالي، اني انا ما كنتش كنظنها بان غادي تفعل ليا في هذا الوقت الوجيز، وانما الحمد لله بكم باش تفعلات هذه القناه. وكنقول لكم شكرا مره اخرى، وكنتمنى تعجبكم هذه الحليوه وتجربوها. وبسلامه عليكم.